بسم الله الرحمن الرحيم. لك مني السلام أيها الشعب الجزائري الكريم. إن الحياة مواقف وإن الرجال معادن، إن الأيام تمر لكن التاريخ باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لقد كتب أجدادنا اسم الجزائر على صفحات التاريخ بدمائهم الزكية الطاهرة، وتركوها لنا أمانة في أعناقنا سنسأل عنها يوم لا ينفع مال ولا بنون. أبناء الجزائر البررة، منكم خرج طارق بن زياد، وفي مساجدكم كتب ابن معطي ألفيته، وعلى خيولكم جاهد الأمير عبد القادر، ومن جبالكم طلع صوت الأحرار. أبناء هذا البلد الطيب أهله، حافظوا على أمانتكم، وليكن مسكنها سويداء قلوبكم، وشمروا عن ساعد الجد والكد، وليكن غدكم أحسن من يومكم هذا، واعلموا أن الأمور بخواتمها، وأن الأمم الأخلاق ما بقيت، فلتكن عملتكم أخلاقكم. يا طلبة الجزائر، اعلموا أن العلم رافع وأن الجهل خافض، واعلموا أن المرفوع فاعل وأن المخفوض مجرور إلى الهاوية. يا أبناء الجزائر، لا تكونوا أذنابا تتبع، بل كونوا قادة إلى الحق تدفع. بالعلم ترتقي إلى القمم، وبالإخلاص ترفع الهمم. فكن لها يا فتى، ولا تقل لي كيف ومتى، واعلم أن الشباب إذا سما بطموحه جعل النجوم مواطئ الأقدام. عاشت الجزائر، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم.